والله يمكن الهدف الأساسي إن احنا هذه الفئة اللي احنا بنسميها القدرات الخاصة أصبحوا شريك كبير جدا في المجتمع، ويمكن لوجودي أنا في فترة دراستي في الخارج شفت بعيني الفئة دي موجودة بتعيش حياتها في العمل، بتعيش حياتها في الأتوبيس اللي بنركبه، بتعيش حياتها في الشارع زي الطبيعي جدا، بتعيش حياتها في الرياضة. فبالتالي فلسفة وإيمان الدولة بهذا الموضوع كان مشارك وشريك كبير جدا في هذا الحدث. احنا عندنا كمان ابطال مصريين في الاولمبيات الخاص سافروا زي اللاعبه لبنى في الكاراتيه واسماء كثيره جدا. ده كمان ليه ابعاد اقتصاديه واجتماعيه كبيره جدا، ان يكون ابننا اللي موجود في البيت هو بيشارك او بيفعل حياته بشكل طبيعي جدا، فده كمان عبء نفسي على الاسر المصريه لازم يكون احنا نقدر نشاركه فيه ان هو ما يكونش كاهل عليه. الاولمبيات الخاص يمكن اتعملت في اكتر من مكان، التيم اللي موجود تيم لاداره الحدث ما شاء الله كبير جدا، فاهم بيعمل ايه. المهندس خالد عبد العزيز يمكن عقد اكتر من اجتماع وزير الشباب والرياضه، وكان في جزء كبير من الدعم بشكل مبكر جدا من خلال اجتماعات صندوق التمويل الاهلي مع اللي موجودين. هم طبعا في الحقيقه لان احتفاليه كبيره زي كده وبطوله زي كده محتاجه فند كبير، فالرعاه والمجتمع كمان لازم يكون جنب هذا الحدث يعني. والله احنا يمكن احداث كتير ماشيه ورا بعضها، عندنا كان في مباراه المنتخب ثم كمان في ماراثون ثم في الاولمبيات الخاص ثم في مباريات او مباراه نهائي الكونفدراليه في مصر. احنا الحمد لله بدات الحياه تدوب تاني طبيعيه، والرياضه دي شيء مهم جدا لان يمكن الرياضه هي وسيله كبيره جدا لسعاده او اسعاد الانسان والبشر للترويح عنهم، هي وسيله اقتصاديه اصبحت مصدر دخل سوق عمل، فبالتالي اهميتها موجوده كلنا وراها وكلنا بنعمل بوشنج ليها ان هي تكون موجوده في مصر يعني. شكرا.